أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبختنا غير. كما عودناكم أطباقنا كلها ابتكار، كلها حب، كلها ألوان، كلها لذاذة، كلها طعامة. يا سلام، خليكم ويانا. طبق المقبلات عندنا اليوم طبق سباجيتي البطاطا. سباجيتي البطاطا الحلوة. سباجيتي ويا البطاطا يعني؟ لا، احنا هنستخدم البطاطا نفسها، حنسوي سباجيتي بدون عجينة. اه يعني ما في باستا في الموضوع؟ لا ما في باستا، بس شكلها شكل سباجيتي. اوكي، شو رايك تشوف المكونات اول؟ عندنا البطاطا الحلوة، عندنا البقدونس الايطالي، الريحان، جبنة البارميزان المبشورة، الزبدة، وبالإضافة إلى زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود. طبعاً الطبق سهل وبسيط بس شكله غريب وحلو للتقديم. يعني قد شفتيه في مكان من قبل؟ لا، من شيء أنا أسألك يعني هي باستا بالبطاطا ولا كيف؟ إيه، هو غريب شوية، حنوريكم. طبعاً حنستخدم الجهاز هذا. الجهاز هذا يقشر بالعادة الخيار أو أي نوع من الخضار، يا يقطع سلايسز أو إنه يطلع لنا إياه شكل باستا خيوط. أوكي أوكي، راح نبدأ بأول واحدة. طبعا البطاطا عندنا مقشره بس ما هي مسلوقه ولا حاجه، نفس ما هي قشرناها وجهزناها. كل ما كانت عريضه افضل، راح تطلع معنا كميه اكثر. أوكي. لان اللب يعني المنطقه اللي في النص ما راح تنبشر معنا كويس. فالفكره ان راح نحطها نثبتها في الجهاز ونقفل عليها الجهاز كذا. احنا ممكن نستخدم اي نوع من انواع الخضره ولا لازم بس البطاطا الحلوه؟ والله ممكن البطاطا العاديه او البطاطا الحلوه. فانت مستخدم هني بطاطا شو؟ هذه البطاطا الحلوة، استخدمت معها البطاطا البيضة. طبعا لازم مقاس معين يكون معنا على اساس انه يقفل الجهاز. وممكن تسوي في البطاطا العادية او في البطاطا الحلوة على حسب الرغبة يعني. اوكي، الجهاز تقفل معنا. الحين الفكرة ان حنلف الجهاز وراح تنزل معنا نفس السباجيتي من تحت. لا حلو شكلها، رايك؟ هذه هي الفكرة. وشف عقبة تاخذ هذا وعقب بناكل ني يعني ولا بتفضح؟ لا طبعا راح نسلقه وبعدين راح نكمل الخطوات كنا نسوي باستا، بس ما راح نضيف معها صوص لانها ما هي عجينة، ما تحتاج لها صوص، بس راح نستخدم الزبدة وجبنة البارميزان والريحان عشان تنكه لنا اياها. حلو. بعدين راح نستمر على الطريقة هذه لين ما نوصل للكمية المطلوبة. طبعا الحين اخذنا الكميه الكافيه اللي نحتاجها ان طلعنا طبق واحد زي ما انت شايفه، طلعت معنا مثل السباكيتي ولونتها بشوي من البطاطس الثانيه عشان تعطينا اكثر من لون. الحين الخطوه راح نسويها انه راح نسلقها في مويه، راح نضيف مع المويه شويه زيت وشويه ملح، كميه بسيطه مره. عبال ما نسلقها راح نسخن المقله اللي راح نحمر فيها سباجيتي البطاطا الحلوة. وكم الوقت اللي بتاخذ ويانا البطاطا اللي ما تنسلق؟ في السلق طبعا البطاطا زي ما انت شايفة يعني نحيفة ورقيقة مرة، فمجرد حندخلها يعني 20 ثانية ونطلعها. مثل بلانشينج يعني. مثل بلانشينج، لأن إذا طولنا عليها راح تصير يعني مثل مهروسة، راح تنهرس معنا. طيب راح نحطها في مصفاية كذا. بعدين ندخلها في الموية عندنا. خليها في الموية مثل ما قلنا لمدة 20-30 ثانية. شوفها. في الأثناء هذه راح نذوب الزبدة. راح أذوب زبدة هنا. طبعا الزبدة لأن مع البطاطس يعني يلبق معها الزبدة بدل الزيت الزيتون. ممكن نضيف آخر حاجة زيت زيتون. شفنا احنا في الماي هناك حطينا شوية زيت صح؟ حطيت زيت، حطيت ملح في الماي. طيب يعني كمان 10 ثواني تكون جاهزة معي عبال ما تذوب معي الزبدة. راح أعلي النار شوي. فمن بعد ما نطلعها من الماي على طول بنحطها في يا سلام الزبدة. اي بس نبغى نصفيها من الماي أول حاجة، تأكد أنها تصفى من الماي تماما. الحين خلاص يعني قاعد أشوف الملمس مستوية تماما، يعني ما يبغى لها أكثر من كذا. أهم شيء نصفيها كويس، بعدين راح نضيفها هنا مع الزيت، نقلبها لين ما تحمر معنا البطاطس. بس أهم شيء نتأكد إنها تصفت تماما من الزيت وننزلها هنا.
من المويه وننزلها نحمرها بطريقه حلوه. المرحله هذه ممكن نضيف الملح، فلفل اسود اذا حابين، كميه بسيطه من زيت الزيتون عشان يعطي نكهه، وبعدين راح نضيف الريحان وراح نضيف جبنه البارميزان. فبتحط الريحان عليها الحين وشف؟ اي، اول شيء البارميزان راح نفرمه فرم ناعم، الريحان وبعدين راح نضيف البارميزان، نفرم فرم ناعم عشان يعطيه لون، لان زي ما انت شايف اللون البرتقالي يحتاج لشويه لون اخضر. نفرمه فرم ناعم. زين شف، الحين هذا الطبق ما يعتبر سلطه صح؟ لا، ما يعتبر سلطه، بس يعتبر ما بين المقبلات والطبق الرئيسي، بين وبين يعني. اوكي، اذا حبينا مثلا نضيف عليه مثلا دياي او لحم او اي من هاي الاشياء على السايد ممكن؟ ممكن، ليش لا، اكيد كل شيء ممكن. ممكن نقطع الدجاج قطع صغيره ونضيفها معه الحين في هاي الاثناء يعني. اي بس الدجاج يكون مطبوخ من قبل ونضيفه. طيب راح نضيف جبنة بارميزان، ما حضيف كمية كبيرة عشان ما نبغى البطاطس تتعجن معانا، في نفس الوقت نبغاها تكون كريمية شوي، مثل البطاطس المهروسة لما نسويها نضيف زبدة نضيف جبنة نضيف، صح ولا لا؟ صح. فنفس الفكرة عندي أنا، متى ما ذابت الجبنة اللي أضفتها راح أضيف الريحان المفروم، نعطيها اللون الأخضر الحلو هذا. أصلاً من هني تبين الألوان وايد حلوة، الألوان بعد حلوة وجميلة. حطيتها على الصحن، نعطيها قلبة كمان كذا، يصير معنا الطبق جاهز. راح نبدأ بالتقديم، نحطها في الوسط. يا عيني، الله، يا سلام. دائما الإيطاليين يقدموا سباكيتي كذا، ياخذوه يحطوه بنص الطبق. طبعا هذه الكمية مناسبة لشخص واحد يعني، ولا شخصين؟ شخص واحد. طيب بعدين راح نزين بجبنة البارميزان، ممكن منديل لو سمحتي نظف الطبق قبل. وراح نحط جبنة البارميزان من فوقها. بعدين عندنا البقدونس الإيطالي، هذا البقدونس يطلع بإيطاليا وبفرنسا بس، نحط حبة كذا. بعدين عندنا الريحان، نعطيها رشة خفيفة على الأجناب. يا سلام، إيش رأيك في الطبق؟ وايد وايد حلو صراحة شيف، يعطيك العافية. الله يعافيك، صحة وعافية عليكم، أتمنى أن عجبكم طبق المقبلات. مشاهدينا، خلصنا طبق البداية، نطلع فاصل ونرجع مع الطبق الرئيسي. رجعنا لكم مشاهدينا مع الطبق الرئيسي. شيف، شو محضر لنا اليوم؟ عندنا اليوم الدجاج التكة على الطريقة الهندية. يا سلام، أكلة حلوة، حنقدمها مع خبز كمان. بسويها على الطريقة التقليدية ولا فيها شيء؟ لا، على الطريقة التقليدية حنسويها. أوكي، حلو. نبدأ في المكونات. أول حاجة يلا. عندنا أفخاذ الدجاج بجلد خالية من العظم، عصير الطماطم، كزبرة، زبادي، هو ليمون، عندنا جرام مسالة، معجون الزنجبيل وكزبرة مطحونة، معجون الثوم، كمون مطحون، زبدة وكريمة، وخبز الشباتة طبعاً حيكون مع التقديم، بالإضافة للملح والفلفل الأسود. طبعاً في البداية الدجاج التكة لازم يتبل بطريقة كويسة
وياخذ وقته. احنا راح نتبله على السريع من 5 إلى 10 دقائق، يفضل نتبله قبلها بفتره نص ساعه الى ساعه. اوكي. اساس ياخذ الطعم الكامل يعني. عندنا افخاذ الدجاج المخليه من العظم بس خليناها مع الجلد. ليش انت تحب تخلي الدياي ويا لي الدوم؟ لانه عشان يعطي نكهه، نكهه مميزه راح يعطيكي. وبعدين يوم تقلي الجلد بيتم وياه ولا بينشل ولا كيف؟ لا بخلي الجلد معه. اخلي الجلد معه. بعدين راح نبدا بالتتبيل. عندنا الزبادي، الزبادي مهم مره، نضيف كميه الزبادي كامله. وبعدين راح نضيف معجون الزنجبيل. نضيف كميه كبيره يعني؟ لا مو كبيره مره. اوكي. وبعدين بهارات الجرام مسالة برضو، هذه راح نتبل فيها وراح نستخدمها في الطبخ. راح اضيف ملعقه طعام. زين شاف الروب نحن يوم نحطه او الزبادي يوم نحطه ويا الدياي شو بالضبط يعني يسوي للدياي؟ يخليها اطرى. ودائما في المطبخ الهندي نستخدم الزبادي كثير في التتبيل. اوكي. فهو الهدف ان نخليها اطرى. يا سلام عليكي. وبعدين نعصر ليمونه عليها، ليمون برضو عشان زنخه الدجاج تروح. نعصر ليمونه كامله. في الاخير راح نضيف الملح والفلفل الاسود. طبعا اذا بنتبل راح نخليها فتره في الثلاجه 2 أو 3 أيام، يفضل ما نحط ملح لان الملح مع التتبيله راح يخرب الدجاج اذا قاعد فتره طويله. اوكي. فراح نضيف الحين الملح والفلفل الاسود. يعني احنا ممكن نسوي هاي الخلطه ونخلي الدجاج في الثلاجه مثلا طول الليل او يوم كامل؟ يوم كامل الى 2 ما عندك مشكله. والملح لكن نتجنب مثل ما انت قلت ان نحط الملح عليها اذا حنخليها فتره طويله يعني. راح نخلط المكونات كلها، نتاكد انها تتجانس مع بعض. راح نخليها عبال ما نحضر الصوص والخبز. نعطيها من 5 إلى 10 دقائق تتبل. في الاثناء هذه راح نبدا نحضر الصوص اللي عندنا اللي هو التكه. طبعا التكه في نوعين، في التندوري اللي في التنور يحطوه نفس التتبيله ويحطوها باسياخ وينزلوها في التنور. صح. يكون ناشف معنا. صح. او نسوي كذا بالصوص يصير مثل الكاري يعني عندنا. انا هاي الطريقه ما جربتها. اي لا يعني هي المشهوره اكثر اللي على التندوري. في التندوري. صح. يا سلام عليك. راح نذوب الزبده وبعدين نبدا نحط. عندنا الثوم، في معجون الثوم، ونبدا في البهارات اللي عندنا كلها. كل البهارات حتى معجون الزنجبيل بتستخدم؟ لا معجون الزنجبيل لا ما حنستخدمه، بس قبل ما نحط الثوم، معجون الثوم، نتاكد ان الزبده ذابت معنا. نتاكد من الحراره بس. اوكي الزبده تذوب. راح ابدا اضيف معجون الثوم. والبهارات اللي عندنا طبعا اللي هي الكمون والكزبره المطحونه وايش؟ الجرام مساله. جرام مساله. يا سلام عليك ما نسيت. يا يعني طيب راح اضيف ملعقه شاي، ملعقه ونص، خلي عشان ينكه كويس من معجون الثوم. بعدين راح نبدا اول ما ياخذ لون الثوم راح نبدا نستخدم باقي البهارات. طبعا ممكن نستبدل الزبده في السمنه، ممكن نستبدل الزبده في السمنه او بالزيت. بالمطبخ الهندي يستخدم السمنه اكثر، بس انا حبيت اني انوع لان استخدمت سمنه بوصفات ثانيه فاستخدمت الزبده المره هذه. حلاوه الاكل الهندي بالسمنه. شو بالسمنه والزبده ترى مقاربه للسمنه، ما هي بعيده مره يعني. والحين ما شاء الله بدات تطلع ريحه الثوم عندي. بدا يتغير لون الثوم. في الاثناء هذه راح ابدا اضيف البهارات اللي عندي. هنا الكزبره، احط ملعقه ونص. وهنا عندي الكمون، احط ملعقه ونص كمان. غريبه ما حطيت كل هذا كامل. لا تمسخر ياك. وبعدين عندي الجرام مساله، اضيف ملعقه ونص كمان. طبعا المطبخ الهندي معروف بهاراته، كثر نحط كمية كبيرة لين ما يصير معجون معانا في النهاية مع الزبدة أو مع الزيت. في الحين بدأ يثقل معاي، ف
زي ما انت شايفه بدا يصير ثقيل معي، ففي الحاله هذه ممكن اني اضيف زبده زياده او زيت زياده او اني ابدا بعصير الطماطم، بس راح اخذ زبده كمان. راح احط نص قالب زبده بس. نتاكد انها اهم شيء النكهات تتجانس كلها مع بعض. وفي الاثناء هذه راح ابدا اسخن عندي المقله اللي راح نشوي الدجاجه فيها اللي تبلناها. طبعا شف، بخصوص التوابل اللي حطيناها لازم نتم نحركها عشان ما تحترق ويانا، صح؟ اللي هي ايش؟ التوابل اللي حطيناها. اكيد داخل. اكيد طبعا ما نبغاها تحترق معنا. الحين راح نضيف عصير الطماطم. نبدا نضيفه بالتدريج مع تحريك سريع. نوطي النار عليه شوي، نبغى على نار هادية يتسبك معانا الصوص ويتكثف. ضيف كامل الكمية. طبعا بدأت تطلع الريحة كاملة عندي يا عيني. حركة بطريقة كويسة، نخليه على نار هادية يطبخ على بال ما نشوي الدجاج اللي عندنا. طبعا سخنا المقلة هنا، راح نضيف شوية زيت أو زبدة، أفضل الزبدة دامني استخدمتها من البداية، ومع الزبدة راح أحط زيت عشان ما تحترق معاي. وراح نبدأ نشوي الدجاج اللي عندنا. طبعا نزل بهارات معها عادي ما في مشكلة، نضيف شوية زبدة شوية زيت معها. وبعدين أول ما تبدأ تذوب نوطي النار شوي، راح نبدأ بالدجاج. طبعا الدجاج مختفي مع التتبيلة، أنا بحاول أشوف الجلد وأحطه مع جهة الجلد. هي هذه جهة الجلد. وشف، نحن التتبيلة هاي ما نستخدمها خلاص، بس نستخدم الدياي اللي فيها، ما نحط التتبيلة وياها. أكيد خلاص يعني. الله عليك يا عيني، شوفي كيف الزبده مع الزبادي مع كل حاجه قاعد يمتزج مع بعض. اصلا الريحه وايد حلوه، ريحه البهارات بدات تطلع، ريحه التتبيله نفسها. طبعا اتاكد أهم شيء نبغى التتبيلة تكون ناشفة معانا، ونقلبها للجهة الثانية وتنطبخ على راحتها. أوكي، راح نرجع للصوص اللي سويناه. تأكد أنه تكثف معانا أو تسبك. راح نضيف كمية كريمة شوي، نبغى نفتح الصوص غامق. نضيف كمية الكريمة. شوف، لازم كريمة ولا مثلا بدل الكريمة ممكن نحط روب؟ والله الروب لاني استخدمته في التتبيل فما حبيت اني استخدمه مره ثانيه، ففضلت الكريمه. وفي المطبخ الهندي يستخدموا الكريمه كمان هم يعني. نضيف الكميه لين ما تحسوا انها مناسبه صارت. نرجع نخليه يتسبك على راحته. طبعا الدجاج قطعناه قطع كبيره، ممكن قطع اصغر، كيوب صغيره على حسب الرغبه التقطيع. هذا راح اخليه على راحته. ارجع للدجاج الحين شوف ايش صار عليه. راح نعلي النار عليه. ومثل ما قلنا احنا حطيناه من جهه اليل تحت عشان يستوي كريسبي عندنا، صح؟ اكيد صحيح. عنه وبعدين بنجلبه. صحيح. في الاثناء هذه راح ابدا انا اجهز خبز البراتا اللي عندي. طبعا خبز البراتا يتجهز، نحتاج زبده، قالب زبده لو سمحتي. راح اضيف قالب الزبده، بعدين راح ابدا احمر خبز البراتا بعد ما يذوب معي. زي ما تشوف هنا الزبده بدات تذوب. طبعا عجينه البراتا نقدر نحضرها في البيت يعني، في وصفة لها، بس هي صعبة مو سهلة يعني. لا الوصفة سهلة بس تاخذ وقت ان التقليب نفسه. صح.
أول ما تذوب معي الزبدة هذه راح أضيف الخبزة. ولو سمحتي لو تقلبي الدجاج كذا بدون لا 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 الله يخليك. لا ونار بعد في الموضوع. لا نقلبه كله الجهة الثانية. أوكي. خبز البراث هياخذ وقت مع الزبدة لما ينتفش معانا يتحمر بشكل كامل. هنا الصوص معي جاهز صار، راح أطفي عليه النار نستنى لين ما الدجاج يستوي. طبعا الدجاج استوى معانا وضفناه إلى الصوص اللي حطيناه، والخبز خبز البراتة هنا صار جاهز كمان. الحين راح نبدأ نقدم ونضبط الصحن. يا عيني تشم الروايح. شم الروايح. الله يا سيدي. طبعا أول شيء راح نبدأ نغرف هنا بصحن التقديم الدجاج مع الصوص مع كل حاجة، وراح نزين بأوراق الكزبرة اللي عندك لو تقطفي لي كم واحدة كذا حلوة، وبالكريمة. كريمة اختياري في النهاية لأنه حطيناها بالطبخ حنا كمان. ومثل ما قلت لكم في البداية، إذا حابين تقطعوا الدجاج قطع أصغر تكون أسهل للأكل ممكن، حبينها كبيرة اللي يريحكم. أنا أحب أكلها كذا نفس ما هي. وشاف أنا أشوف يعني هي مثل الكاري، فيها نسبة مرقة يعني وايد، فممكن ناكلها بالعيش بعد إذا بغينا صح؟ أكيد، عشان كذا أنا حبيت أقدمها مع الخبز البراتة. طيب بعدين راح ننظف الصحن. ترى العيش يعني رز، أنا قصدي رز. أوه العيش رز، معليش. إحنا بالسعودية غير، العيش عندنا خبز. حسيت من شي. طيب ليش أوضح لك المعلومة. يا سلام عليك. طيب راح نحط شوية كريمة من فوق نعطيها لون حلو. الله يا سيدي، يا عيني الله يعطيك العافية. كذا تمام، نحط كزبرة عندنا، بعدين راح نقطع هذا على أربعة ونبدأ نحطه في الصحن. أنا أفضل صراحة هذا مع المرقة مع الكاري مع البهارات الهندية راح يطلع طعم رائع. أنا وايد أحب أصلاً خبز البراتة، واحدة من يعني ألذ الأشياء اللي عندي، ممكن عادي أدهنها بجبنة وأكلها في الليل. يا عيني. إيه. طيب هذا طبقنا الرئيسي لليوم، أتمنى مشاهدينا الكرام يكون عجبكم. نطلع فاصل ونرجع مع حلويات الشيف آمنة. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع حلويات الشيف آمنة. شو مقدمتنا اليوم شيف آمنة؟ اليوم بسوي لكم تارت اللوز بالكمثرى. يا عيني، نشوف المقادير. يلا تفضلي. طبعا التارت عندنا قسمين، بيكون عندنا قسم البيس او قسم البسكوت، وبعدين فيه الحشوه. للبسكوت عندنا طحين، زبده، سكر، وبيض. اما الحشوه فعندنا اللوز، طحين، زبده، بيض، سكر، وكمثرى مقشرينها بهالطريقة. نبتدي ولا لا؟ يلا نبدأ، تفضلي. أول شيء طبعا احنا عنا في هذا الجهاز بنحط كل مكونات البسكوت اللي تحت. أوكي. بنخلطها. طيب يلا بنحط الطحين. أنا أحط لك إياه بشري. شوي شوي. هذا الطحين اللي بعده الزبدة. كمية كاملة؟ نحط الكمية كاملة. أوكي يا سلام. بس بخلي شوية قطعة صغيرة هني عشان ندهن فيها. عشان ندهن فيها صح. يعني نخلط؟ لا اصبر شوية. السكر. أوكي
والبيضة. أحلى شيء المكونات كلها مرة واحدة. مرة واحدة ونخلطها مرة واحدة ولين ما يتماسك عنا وبعدين بنعجنها. يا سلام السرعة. عادي. عادي. هي هي. يعني عالي. على 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 راحتك. يلا ببدأ الحين. خلاص كذا. خلاص هي. يا سلام. خلصناها. الحين طبعًا أحلى جزئية عندك. اللي هي. اللي هي العجن. يا سلام يلا مخر هذه عني أعطيني أنا أتصرف. بنحط لك شوية طحين. يلا. وش العجينة عبارة عن إيش طيب حتكون؟ هذا. هذه العجينة. هذه العجينة. طيب. شو سوينا نحن عيال؟ طلعها. حرميها هنا بعدين أكورها. هي. بس لا تخيسنا ولا تتم تفرفر الأشياء لو سمحت. ما عليك. المرة ذي حضبطك في العجينة. طبعاً هاي العجينة لازم نعجنها مشاهدينا وبعدين نبردها شوي في الثلاجة لأن بتكون لينة وايد ما بنقدر نشكلها. نبردها في الثلاجة وعقب بنستخدمها عشان نصفها في الصينية. هذه نفس عجينة السكر؟ هي نفس عجينة السكر. هي عجينة السكر؟ أو عجينة التارت هي نفسها. يعني ونعجنها لمدة كم طيب؟ عجنها لين ما شفت ماسكت في يديك شوي بس. بعدين لفها بالبلاستيك اللي عندك هنا. ايش اجمع الفتات شي جمع الفتات اجر كيف اجمع اشيل حبه حبه يلا انت فيك شكلك غيظ وايد لا والله بالعكس بس قاعد اعجن مو العجن كذا لازم اذا بس خلاص لا اعجن انت مصر تسوي هاي الحركه مو بيتزا هذا خلاص هي الف الحين هي حطها طيب في البلاستيك ولا يهمك بعدين حطها في البلاستيك حطها في الثلاجة وطلع الجاهزة الباردة عنا ابشري وكم مفروض نحط في الثلاجة طيب تحطها في الثلاجة نص ساعة لساعة ونحن مثل ما قلت نحن مجهزين لكم كمية مبردينها وجاهزة جاهزة ان نحن نعجنها او يا سلام نحطها في الصينية بس لحظة طقة أخيرة بس عشان نتأكد انها تماسك ننظف الطاولة بس شوية قبل ما نجيب الجديد اللي حاطينها في الثلاجة وفي نفس الوقت شو بنسوي؟ بندهن الصينية الموجودة عندنا هني هذه العجينة الجاهزة طال عمرك خلني بس أدهن الصينية الموجودة عندي هني بالزبدة قطعة زبدة كنا نعجن هذه الحين حنفردها هنا؟ هي بنفردها بس أول شيء نفردها على الطاولة لأنها قاسية مرة طبعا هاي الزبدة هني ذابت عندي فشوي مارو ما اتحكم فيها شو بسوي باخذ منديل نوزعها منديل تشو فرشه اي شيء موجود عندي واوزعها في الصينيه بهالطريقه تحت في القاع والاطراف وهذه حستخدم العجانه كمان هي بارد عندك وايد يعني بارد شوي خلى مع حراره يدي تفك هي بس بعد ما نبغيها بعد تذوب في ديك دعوه نار لهب يلا انا اعجن ولا انت بالعجانه انا اول شيء بعجن طيب. بعدين اذا هذا حط الصينيه عدالك ابشري بناخذ شوي من الطحين ناخذ الرولينج بن قبل ما تعجني بغسل يدي واجيك اوكي نحن نبغي نرقها بس ما بوايد بنخليها يعني فيها سماكة نبغى فيها سماكة بنحطها في القاع وبنحطها على الأطراف وإذا تكسرت ويانا شف عادي لأن يعني يوم بتنطبخ في الفرن بترد تتماسك مرة ثانية شوف العجينة يعني إذا طلع فيها مثل كسور كذا تقصدي شوي بنضغط عليه الحين بتشوف الحين بتشوف لا نستبق الحين بنعجنها على نفس الحجم ولا بنعجنها ونقصها كذا لا نفس الحجم وشوية أكبر عشان نقدر نلصقها على الأطراف بعد يا سلام عليك الحين أنا ما أعرف أنت حطيت طحين من تحت ولا لا ما أدري والله خفت ألصقي أنا عادي لو لصقت أنا أفكلك إياها أفكها لا خلاص أوكي هذا اللي يعتمد على ركان إيش دعوة عادي يلا أنا أحط لك طحين خلاص أنا حطيت طيب أوكي يا عيني اوكي خلينا نكمل عجن طيب زين خليني انا بسوي يلا طيب تفضلي خلاص يا سلام الله على العجن اوكي هذه اسهل عجينه عجينه السكر
عجينة سهلة، لكن بعد الواحد لازم يعني يتأكد حساسة، لازم يتأكد من درجة حرارة الغرفة وما يدقها وايد مثلك أنت، ما أدري شو سويت. بالعكس هذا السر ترى. زين الحين يعني لازم نغطي القاع والأطراف في نفس الوقت. وأي شيء يتكسر عنا عادي بنرد نضبطه. نضبطه. طيب لو أنا شلتها يدي أكبر يعني. زين عادي ما يبالها. يلا طيب. بس. الله عليك. حطيناها بهاي الطريقة نرصها. يا سلام. شكلها يشهي وهي لسه ما انطبخت. والله صدق شكلها يشهي. بس إحنا نفضل ما نستخدم الباستورايزد إجز. هذا اللي يعني يستوي تاكلون الني، لانه خاصه حق المرانجز او حق هاي الاشياء، لانه يوم تحطه في الخلاط ما يطلع الفوم، ما يطلع الرغوه، ما ينفع الحلويات. يفضل ما تستخدمه. واستخداماته ايش اجل طيب للاكل الني؟ الناس مثلا يقول لك اوكي انا حق اللافا كيك مثلا او الفوندو ابغى يعني نبغي ناكله وما نبغي يكون، تعرف الفوندو ما نطبخ البيض كامل. صح. فيبون ياكلونه بدون اي خطوره، اوكي مو مشكله. اما في المرانج او هاي الاشياء اللي تتطلب ان تطلع الرغوه، هاي يفضل ما نستخدمها عشان نتفادى حالات التسمم يعني. هي باستورايزد اكس وموجوده الحين عندنا يعني في الجمعيات، كل الاسواق موجوده. هي يعني اوكي بهاي الطريقه نقص الاطراف، ما في داعي سكين ولا اي شيء، تنقص ويانا بسرعه. اوكي طبعا نحن سخنا الفرن على درجه حراره 175، بنحط هاي العجينه لمده دقيقتين ثلاث دقائق. اوكي زين بس خلني بس شوي اعدلها من الاطراف. دقيقتين ثلاث دقائق هي بس لين ما شويه تنطبخ عنا وتي بس عنا. اصبر شوي اصبر شوي. اوكي اتاكد بس انها يعني ليه ما يتحمر لونها، نشوف اللون يتغير. حتى مو بلازم يتحمر لونها، بس انا نتاكد انه شوي يبستي انا. طيب بحطها مثل ما قلت لك مدة ثلاث دقائق. 175 لمدة ثلاث دقائق حطها. شري طبعا اي عجينة زايدة عندنا نحن نستخدمها بعدين. طيب الخطوة اللي بعدها. اوكي الخطوة اللي بعدها شو بنسوي؟ الحشوة. الفيلينج. الفيلينج بنستخدم نفس الجهاز اللي استخدمناه حق ال يلا اعطيني انا راح اخلط. ما في داعي نظف ولا اي شيء، بس ممكن شو؟ ممكن شوية هالزوايد اللي هني على الطرف نشلها. اوكي ايش نحط اول شيء؟ اول شيء بنحط الطحين. طحين وبعدها اللوز. اللوز هذا لوز مو محمص عادي ني. اي مو محمص عادي. وبعدين بنخلط شف. انزين بعد هاي بعد ما نخلط بنبتدي نحط مقاديرنا مع بعض اللي هي الزبده البيض والسكر. اثناء الخلط؟ لا. من هنا لا، عقب ما نخلط بنحط هاي الاشياء وبنرد نخلط مره ثانيه لما تتكون عندنا الفلينج. طيب اخلط لك اياه لين ما بشوف. انا بقول لك الحين شويه. اوكي اشوف بعد شوي زياده. افتح نشوف تكسر عندنا بهاي الطريقه. اذا حابين تخلونه انعم من شي بعد ممكن، لكن انا احب يكون يعني في قطع لوز. يا عيني. اوكي الحين شو بنحط؟ بنحط باقي المقادير ونحط الزبده. كميه كامله؟ الكميه كامله. والبيض في نفس الوقت ولا كله في نفس الوقت؟ يا سلام خلني احط بعد. اللي يقول لي بعد هذا صعب بعد. لا حلو، هذا اهم شيء ان كل المكونات في نفس الوقت. من الوصفات السهله سريعه التطبيق. بالضبط. من ايدين الشيف امنه طبعا. ما في سلوغن، ما في شيء اليوم. لا حتيجي. لا زبدة ولا سمنة ولا أي شيء، ما فيها، ما أسمع شيء اليوم. لأن فيها زبدة وسمنة. لحظة سكر كمان. في السكر طبعاً. يا سلام، أنا تعجبني الوصفات اللي نحط كل شيء في نفس الوقت. أرتاح نفسياً كذا. أنا خلاص خلصت. لا أنا يعني خلاص يعني مرة واحدة نخفط وخلاص. طيب كم مع سرعة عالية ولا عادية؟ أخلطها لما كل شيء يتجانس ويا بعض. ايش رايك؟
وخلصت كمان. وايد حلو. يا سلام. خلني أنا أتأكد من هاي وأنت تجيب لي الصينية من داخل الفرن. شوف مشاهدينا كيف صار عنا. تماسك. صار عنا فيلينج حلو. الحين بنحطه في وعاء ثاني. والله يا هي حارة بعد. تفضلي طعامك. يا سلام. يا عيني. يا سلام يا مدام. الحين نحط الفلنج عليها. خلاص هذه خطوة أخيرة ما عاد بقى شيء. لا لا باقي شيء الحين شغلك الحين. اللي هو؟ تخصصك. أوف تخصصي ما في شيء تخصصي. قص. قص يلا أعطيني إيش. الحين عندك هاي الكمثرى أباك تقصها شرايح بس لا تخرب شكلها. كيف قصها شرايح؟ يعني قصها شرايح بس نفس الشكل. نفس الشكل هي هي. بس شرايح نحيفة ولا؟ هي هي خل مو بوايد نحيفة يعني نص. أشوف. كذا. هي شي بالضبط. أبشري. تبغي مفكوكة كلها شرايح؟ هي. إنزين ولا تعرف؟ ولا شوفي أنا أفتح لك إياها أسوي لك إياها كذا مثل الوردة. أوكي بس أهم شيء ما ترد لشكلها. كيف ما ترد لشكلها؟ يعني ما تفتح لي اياها مثل الورد وعقب ترد مره ثانيه تتسكر. لا لا ما عليك انا حضبطك. كميه كامله ها؟ اوكي. بناخذ طبعا ال كمثرى اللي انت بتقصصها وبنصفها على الفيلينج من فوق بس اخذ تشو. ابشري. اشوف. كذا. لحظة. ها. اوكي. حلو؟ حلو. يلا. زين قصصها عادية الحين. ما عجبك الموضوع، اوكي تمي. بناخذ الكمثرى، قصصها عادية. طيب. بس لا تخرب شكلها. ماني مخرب شكلها، ها شوفي ها. يا سلام. شوفي. اشوف. شوفي ها. ايه. صح. يا عيني. طيب بعد وحده كمان وحده ايه؟ يلا ترمت قصه زياده ولا تبي وحده بعد ايه؟ ابشري. طيب ممكن احط بدال كمثرى تفاح مثلا؟ ممكن تحط اي شيء. ممكن تحط اي شيء بس طبعا. نحاول الحين بس نشوف كاني لمحت هذا ايش بذر نشله نشل البذور. طيب اذا ما حطينا كمثرى ولا حطينا تفاح ايش نحط؟ اي شيء يتماشى ويا اي شيء يتماشى ويا اللوز. ايش يتماشى مع موز؟ لا لا تبغي شيء فيه كرانش شوي شيء يقرمش شوي. كيوي اقولك يقرمش. تقول لي كيوي. طيب حنستخدم ثلاث حبات كامله. بنستخدم ثلاث حبات كامله يلا. اوكي هاي يلا هذه الحبه الثانيه. تفضلي. اوكي نصفف الكمثرى بهاي الطريقه. هني وحده وهذه الثانيه. طبعا الكمثرى هاي بتنطبخ وبتتكرمل داخل داخل الفرن بدون ما نرش سكر عليها. بل ممكن نرش سكر عليها بس بعد بدون لان هي روحها فيها سكر. صح مع الحراره راح تطلع السكر. تفضلي هذه نص ورده ونص نص مقطع. زين شكرا. يلا قلنا ننوع يعني مره كذا مره كذا. انزين الحين طبعا بنحطها بعد على نفس درجه الحراره بالفرن على نفس درجه الحراره. طيب هذه 35 دقيقه. يا سلام الله عليك. يعني احنا رفعناها بعدين ترتفع شوي ويانا وتكون بهاي الطريقة. عشان كذا عبيتيها هذه. بالضبط. يا عيني عليك. بالضبط. الحين ممكن آخر شيء نزينها بشوية سكر. شوية سكر باودر. يا عيني عليك. الله الله الله. والله شكلها يشهي صراحة. وريحتها حلوة بعد صح؟ إي والله. شو رأيك؟ الله يعطيك العافية. الله شكرا شفاونا ما قصرتي. الله يعافيك الله يعافيك. مشاهدينا بهاي الطريقة نحن نكون خلصنا من طبق الحلو. نشوفكم بعد شوية على طاولة التقديم.
ورجعنا لكم مشاهدين الكرام مع طاولة التقديم. عندنا اليوم كان طبق المقبلات، سباكيتي البطاطا الحلوة. أما بالنسبة للطبق الرئيسي كان عندنا تكة دجاج مع خبز البراتة. شيف آمنة، اليوم سويت لكم أنا طبعا تارت اللوز بالكمثرى. مشاهدينا أتمنى تكونوا استانستوا ويانا واستمتعتوا. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من برنامج طبختنا غير في شهر الخير. تريونا.